الآن أحد جنود الاحتلال يحاول منع هذه السيدة الفلسطينية ويصوب بندقيته نحوها، وهي تريد طبعا يعني أن تعبر إلى تلك المنطقة. ربما تحاوره، تقول له لماذا تطلق الرصاص يعني باتجاه الشباب وباتجاه الفتية الفلسطينيين الذين جاءوا إلى هذه المنطقة. على أي حال المواجهات هي تمتد إلى شارع وادي التفاح الجديد والقديم، بالإضافة أيضا إلى منطقة باب الزاوية، إلى جانب قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتلت أسطح المنازل الفلسطينية، وذلك لإلقاء مزيد من القنابل الصوتية على الشباب. هذه السيدة ما زالت تقف أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك هل يغلقون يعني بعض المناطق الآن رائد؟ نعم، هم يحاولون يعني إغلاق المنطقة. أحد جنود الاحتلال ينادي على ضابط مسؤول في منطقة باب الزاوية، يقول له هذه السيدة تريد أن تفتعل المشاكل. هذا ضابط طبعا حضر إلى هذه المنطقة الآن، وذلك هم يعني هو يقول للضابط هي تعيق عملي، ونادى على الضابط في هذه الأثناء الذي حضر إلى هذه المنطقة يتقف أمامهم. لا أسمع حقيقة ماذا تقول لهم، ولكن هي ترفض يعني أن تغادر هذه المنطقة، ربما تود الذهاب إلى منطقة أخرى، لكن ما زالت تقف أمامهم.